يستمر المياومون واجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان في اعتصامهم المفتوح، حيث أكدوا الاستمرار في تحركهم إلى حين تجميد أو إلغاء المذكرة التي أرسلها المدير العام للمؤسسة كمال حايك إلى مجلس الخدمة المدنية، معتبرين أن في المذكرة التفافاً على القانون كونها استثنت جبات الإكراء خلافاً للقانون الصادر عن مجلس النواب وحددت الشواغر ب 897 فقط، بعدما كان رؤساء الدوائر وبناء على طلب الحايك نفسه حددوا الشواغر ب 1391. منذ حوالي ساعة أو ساعة ونص صار في انقطاع للتيار الكهربائي حسب ما عم بيقولولنا عن كل لبنان. بدي عود كرر، العمال المياومين لا يملكون القدرة على السيطرة على المعامل، والانقطاع الكهربائي هو مش بإيدنا، نحن عمال بنشتغل تحت ال 15,000، فلذلك أي محاولة لزر الرماد في العيون بعيدة عننا كل البعد. نحن جماعة معتصمين وننفذ أعمال التي هي دون ال 15,000، فأي انقطاع للتيار الكهربائي عن أي منطقة بلبنان ليس للميومين علاقة فيها. من جهته أكد الحايك أيضاً أن لا علاقة لانقطاع الكهرباء اليوم بأزمة العمال المياومين، موضحاً أن انقطاع التيار سببه عطل تقني مفاجئ في معمل الزهراني والعمل جار لإصلاحه. وكان الحايك قد اجتمع بالوزير أرتور نازاريان في وزارة الطاقة قبل إصدار بيان عن مجلس إدارة المؤسسة أكد أن الاعتراض على إجراء إداري يكون ضمن الأطر القانونية والإدارية وليس باحتلال المبنى المركزي للمؤسسة وعدد من دوائرها. ولفت البيان إلى التداعيات السلبية على قطاع الكهرباء بما بدأ ينذر بالتعتيم التدريجي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت، وصولاً إلى التعتيم الشامل في حال استمرار هذا الوضع. وعلى الإثر عقدت لجنة العمال المياومين مؤتمراً صحفياً اعتبرت فيه أن بيان المؤسسة غير قانوني، مؤكدة أنه لا يوجد أي عطل يستطيع قطع الكهرباء عن كل لبنان، وأن الاعتصام السلمي والحضاري ليس أيضاً بجريمة، وأن العتمة المتعمدة التي قام بها مسؤولون في مؤسسة كهرباء لبنان معروفون لأي جهة ينتمون، ويبدو أنها كانت بمثابة ورقة ضغط القضاء على الأجواء التفاؤلية والإيجابية التي أشيعت البارحة واليوم. وأعلنت اللجنة استمرارها في تحركاتها حتى تحقيق مطالبها.